السلام عليكم، لاباس ديولي؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم ندير لكم واحد الوصفه ديال الغربه ديال اللوز والججلان، نص ججلان ونص غربه، اللي كتجي ناجحه 100%. هانتوما كتشوفوا مشققه، درت الخليط نص شوكولا ونص شوكولا ونص ابيض. المهم ليه المرأة وبغى يعرف كيفاش، معليش غير يتبعني من الاول حتى الاخر، فرجة ممتعة. بسم الله على بركه الله. دوكا سميتو داكشي غادي ندير الغريبه، غادي ندير تقريبا واحد كيلو حتى لجوج على حساب هاد البنات. هنا الدقيق اللي حمرتو واحد شويه، درت فيه كاس الزنجلان وكاس اللوز، حمرتهم طوم واحد شويه، صافي داكشي اللي كاين. هنا واحد جوج كيسان ديال العلبه تقريبا، السكر على حساب الذوق ديالكم، كاس حتى كاس اونص على حساب. نشوف، وهنا عندي جوج كيسان ديال العلبه 150 مليليتر. هنا عندي شويه ديال الملحه، هنا جوج خمارات ديال بيكين باودر ديال جوج اونص حتى جوج، حيت هاد الخماره هي اللي غادي تخمر لنا الغريبه. وهنا الخليط غادي نقسمو على جوج، وغادي نقسمو على جوج، وغادي ندير ليه معلقه حتى جوج ديال الشوكولات، نوعيه جيده. ندير نص بيض ونص ديال الكاوكاو. هنا سكر كلاصي اللي طحنتو، هذا اختياري. وهنا هذا اللوز ديال التزيين، داكشي اللي كاين. هنا عندي جهد واحد 3 المعالق ديال الزبده، حراره المطبخ بيان سير، كنت كنقول المطبخ دوكا سخون على الحاله البنات، ما عرفناش كنقولوا المطبخ. صافي داكشي اللي كاين فيها البنات، سهله وبسيطه وما فيهاش بزاف ديال المكونات. المكونات ديما كتكون عندنا الزيت السكر اللوز، اللوز غير ديال التزيين ماشي ديال شي حاجه، بغيتو ديروا اللوز ما ديروش. صافي انا راه ديجا درتها لكم واحد المره، ولكن هذه بغيت نديرها شويه نص كوبيل كاكاو ونص بيض. صافي تتعجبني بزاف الغريبه، وهي مزوينه وكيدخل عندكم شي واحد كتحطوها لي مع القهوه ولا مع اتاي. صافي هادشي اللي كاين. بسم الله، غادي نبداو على بركه الله البنات. نتوما كتشوفوا عندي هنا الزبده غادي ندير لها السكر، وغادي ندير لها السكر والزيت وشويه ديال الخميره، وغادي شويه الملحه، وغادي نحكها مزيان تكطرب مزيان، عاد غادي نجد لها الدقيق شيئا فشيئا. صافي داكشي اللي كاين البنات. دروك البنات غادي نبداو بسم الله. الزبده راه دايبه قلت لكم قبيله، غادي ندير لها السكر. عندي هنا جوج كيسان تقريبا، غادي نشوف جوج اونص على حساب لوغو ديالكم. كاين اللي كيبغيها سكري، كاين ما كيبغيهاش سكري. غادي نقدر ندير انا غير كاس اونص، حيت غادي باقي نديروها في السكر كلاصي الى طاقت، دونك ما خصكمش ديرو. نتوما غادي ندير كاس ديال كاس اونص. صافي هادشي اللي غادي ندير، كاس كاس اونص. صافي غادي نحكها مزيان باش تدخل فيها هاد الخليط ديال السكر. هادشي صافي دي بيان، دونك مساج لي بومي ديال لي مان. صافي دوكا ندير هاد شويه الملحه، هادي غير اللي بغا يديرها، اللي ما بغاش يديرها ما يديرها. الملحه كتجي زوينه في الكاطو. ها الكاس الاول، جيسبيغ تبان لكم البنات، حيت عندي الكاميرا عاود تهرسو ليا جوج مرات شريتهم، تهرست لي عاود الثانيه، كتهزها ليا بنتي وكت فوالا. المهم هذا هو الخير ديالي البنات، ما كنديرش لكم بزاف الفيديوهات حيت داك العكاز تهرس لي واحد شويه. ها الثانيه البنات، هذه الثانيه
كاس الثاني ديال الزيت، هذا على حساب الخليطه البنات كما قلت لكم قبيله، لا كونتيتي ديال الفارين لا كونتيتي ديال الحلوه بيان سيغ اللي تديروها بزاف، تديروا جوج كيسان حتى ثلاثه ولا كاس ولا مهم على حساب. حتى ما عنديش الزبده بزاف، عندي غير ثلاثه د المعالق تقريبا صافي. هذا الشيء اللي كاين البنات، وهنا غادي ندير هنا غادي ندير الدقيق شيئا فشيئا انتوما صافي حتى نكملها، وباش ما نطول معكم الفيديو غادي نرجع ان شاء الله. هنا غادي نعجن معكم الخليطه البنات واحد شويه. المهم كما قلت لكم قبيله كديروا الدقيق حتى كتجمع لكم شيئا فشيئا، ما بقاش ديروا ان كونتيتي بزاف، حيت بعد ما كديروا ان كونتيتي كتكون قاصحه ما كيكونش عندنا باقي الحل. هاد الطريقه خصها تكون زوينه، كديري بمعلقه ولا بجوج وكتديري حتى الخليط كيرجع كيتجمع لكم على داكشي اللي بغيتو، ما تقصحوهاش. الغلبه ديما كتكون هي مويان، الا قاصحه راه خايبه ما كتكونش زوينه، والا كانت مويان راه كتشق وكتكون تتكون زوينه. فوالا على هذا الحساب البنات، هادشي اللي غنقول لكم بيان سور هادشي راه تنقولها للمبتدئات، كلشي كنعرفوا الغريبه كتعرفوها الغريبه المغربيه كلشي كيمعروفه، كدار في الاعراس كدار في الاعياد الحفلات ولا كاع المناسبات دروكا راه هي كدار، وهي الحقيقه زوينه هماويه وفيت في ما فيهاش كثرت زعما المسائل. فوالا غادي نتبع البنات على هذا القدر هذا نتوما، غادي نزيد ليها باقي حتى تجمع ان شاء الله، ونرجع مع خوتي حبيبات حبيبات. الخليط هو عجنتو وقسمتو على جوج قسمين، قلت لكم قبيله بيض الشوكولات والشوكولات، وهذا الخليط الثاني. هنا السكر كلاصي صافي هادشي اللي كاين، وغادي دوكا بقى الغريبه غادي ديروها على حساب القياس اللي بغيتو نتوما، من 25 حتى ل 30، اللي بغى يعبرها يعبرها، انا ما كنعبرش كندير عينك ميزانك. انا دوكا انا بديت كنقرص فيها، كتاخذوا الحجم اللي بغيتو، قلت لكم قبيله الحجم الصغير المتوسط، المهم على هذا القياس انا كنهزن غير متوسط على حساب الرغبه اللي نتوما بغيتو، بحال هذا القياس هذا ماشي سهله، ان جو دونفون الدري الصغير خدموا معكم حتى الدراري الصغار غادي يديروها صافي. كديروا ليها بحال هكا البنات، حتى ما عنديش البلاصه غادي نجيب الصينيه ديالي صافي. كديروها غنوري لكم غير وحده راه درت ديجا الاخرين صافي، كديروا ليها هاد اللوزه راه هي كتشقق ديجا، نتوما كتشقق هي ديجا ملي كديروها صافي. انا درت هاد الاولانيه وباقي عندي الخير والبركه، نتوما راه كتشقق صافي، وغادي حتى نكمل ان شاء الله هادشي باش نبدا هادي اللي فيها الشوكولاته الشوكولاته الاسود تنكملها ونرجع الاخرى صافي. هادشي غادي ندير البنات ان شاء الله.